ازيكم حبايب قلبي جيجي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى الفيديو ده مميز جدا جدا. النهارده هنعمل مع بعض طريقه عمل الكبده بتاعه العربيه بتاعه الشارع، هنعملها بنفس الريحه وبنفس التست، وجبت لكم كل الاسرار النهارده من على العربيه نفسها بتاعه سندوتشات الكبده اللي بتتعمل في الفينو اللي ريحتها بتجيب اخر الشارع. تعالوا كده نشوف مع بعض التوابل اللي هم بيحطوا ايه، وكمان ايه اللي بيخلي الريحه تجيب اخر الشارع. هنعرف كل حاجه مع بعض النهارده. اتمنى تدوا لايك للفيديو، ويلا بينا نخش نشوف المقادير والطريقه. بصوا بقى المقادير معايا هنا نص كيلو كبده اهو بالشكل ده متقطع صغير، يعني تقولي له قطعها لي عصافيري او شاورما، يا عصافيري يا شاورما. انا عن نفسي بحبها شاورما، فدي متقطعه تقطيعه شاورما رقيقه ومتقطعه صوابع زي الشاورما. طيب النص كيلو ده هاخد عليه ربع كيلو من الفلفل الرومي البلدي الجميل ده. كمان معايا ايه؟ معايا بصلايه صغيره متقطعه رقيق كده بالشكل الجميل ده، صغيره قوي. كمان هنحتاج قرن فلفل حامي، وده ضروري علشان الكبده بتبقى مشطشطه، فده يعني اختياري بس هو ده اللي بيظبط معايا الطعم جدا. معايا كمان 5 فصوص ثوم كبار مهروسين جامد كده اهو. كمان معانا ايه؟ معايا معلقه واحده من الزيت اهي عشان ما ننساهاش. معايا فنجان من الخل. كمان معايا هنا دول ايه؟ بصي بقى ده دوش من عند بتاع الجزار. دي 50 جرام من الدوش، وده 50 جرام من اللية. دي متقطعة رقيق جدا جدا، والسر كله في اللية مع الدوش. دول هم دول اللي بيعملوا السر بتاع الريحة بتاعة العربية، وبتجيب اخر ريحة الشارع اللية والدوش. بس كده ده دوش مفروم، ودي لية انا مقطعاها رقيق جدا جدا. طب بالنسبة بقى للتوابل مفيهاش اي افتكاسات. بصوا بقى التوابل معايا ايه؟ معايا معلقة كبيرة مليانة من الكزبرة الناشفة، دي معلقة كبيرة مليانة. معايا كمان معلقة صغيرة، نص معلقة صغيرة من السكر. السكر ده ليه؟ علشان بيفتح معايا الأنسجة بتاعت الكبدة وتفضل معايا فاتحة. معايا هنا هو دول فصين حبهان أنا طحنتهم. معايا شوية ملح، والملح ده حسب الرغبة. معايا معلقة صغيرة مليانة من الكمون، ومعلقة فلفل أسود صغيرة. بس كده مفيش اي حاجه تاني. كمان هما مش بيحطوا فلفل اسود، بس انا حطيت فلفل اسود علشان الفلفل الاسود بيدي طعم حلو. معلقه الزيت دي ليه؟ لما احنا حاطين مواد دهنيه كتير علشان المواد الدهنيه دي ما تتحرقش معايا، وانا بعملها ما تتحرقش معايا، تبقى الزيت ما يخليهاش تتحرق. بس كده اهو. تعالوا بقى نشتغل كده مع بعض على طول، نجيب الطاسه كده ونشتغل بسرعه، يلا بينا. تعالوا بقى كده، حطيت طاسة كده كبيرة على النار عشان تاخد كده براحة، ما تبقاش مكتومة، وكمان تبقى مفلفلة كده معايا الكبدة. كل ما تدي وسع كل ما هتديكي نتيجة أحلى، أحسن من الحلة. يعني لما تعمليها في الطاسة أو في الصينية بتكون النتيجة أفضل. طبعا كده ولعنا خلاص النار بتاعتنا. هحط الأول معلقة الزيت، معلقة واحدة بس من الزيت بالشكل ده. هنزل بالدوش بتاعي، تمام كده اهو، وهاخد بصي جزء بس من اللية دي، مش هاخدها كلها، بس كده اهو. هخلي لسه تاني عشان اقولك هنعمل بيهم ايه. اهو محبة كده خدت نصهم يعني، تمام. هبتدي ان انا اعمل ايه؟ عايزة المواد الدهنية دي تسيح شوية معايا، وبعد كده نرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه. استنوني حبيب قلبي جيجي. اهي كده خلاص، كده زي ما انتم شايفين اتحمرت معايا بالشكل ده. مش عايزاها اكتر من كده، كده حلوة قوي. هنزل بقى بالفلفل كده اهو، عايزه ادبل الفلفل. ليه بقى؟ انا حطيت الفلفل دلوقتي، انا حطيت الفلفل والطاسه سخنه علشان ما ينزلش ميته، واهم حاجه تبقى واسعه كده. كل ما هتبقى ضيقه هتلاقي الفلفل بينزل ميته. كده الفلفل هياخد معايا تشويحه بس، مش هياخد لون ولا اي حاجه، هيتشوح ومش هينزل ميه معايا. كده كمان ان هو ما ينزلش ميه، انا كده خدت الفوايد بتاعته. طيب هبتدي بقى انزل دلوقتي مع الفلفل كده اهو، وهو بيتشوح هنزل بالثوم عشان الثومه تطلع ريحتها. وزي ما انتم شايفين كده، عايزه اقول لكم الريحه هايله. يعني لو فعلا الموبايلات دي او الكاميرات عملوها بريحه بجد، هتشمي ريحه هايله. ولسه ما حطيناش الكبده وشم الريحه اللي هي بتطلع من عند الراجل، ولا حطيت توابل ولا اي حاجه، بس بجد شم ريحه حلوه قوي اهو.
كده اهو. برضو التومه مش عايزاها تاخد لون معايا، ماشي؟ انا عايزاها كل ده تشويح بس، بطلع ريحه مش اكتر ولا اقل، ماشي؟ هاخد كمان الفلفلايه الحاميه عشان انا عايزاها برضو تتشوح معايا بالشكل ده. هحط كمان البصلايه الرقيقه قوي دي اللي احنا عملناها عشان تدبل بس معايا مع الحاجات دي. اهم حاجه تبقى رقيقه معاكي، ما تكونش تخينه، عشان انت اصلا مش هتحسي ان البصله دي موجوده، بس بتديني طعم حلو وتست حلو قوي للكبده. طبعا هتعملوا الكبده دي وهتدعوا لي بجد، كل يوم هيطلبوها اولادك منك وجوزك هيطلبها منك على طول ودايما، مش هياكلوا كبده من بره ابدا ابدا، يطلبوها منك على طول. طبعا في البيت انضف، ايدك هي اللي لمسه الحاجه دي، اهم حاجه. انت ضامنه كمان جوده الحاجه، جايبه الكبده نظيفه، غاسله الخضار بتاعك، بره مفيش الكلام ده خالص عشان تبقوا عارفين، ده هو بس ايه بركه ربنا هي اللي بتبقى موجوده دايما. وطبعا طول ما انت شغاله كده في الحاجه بتسمي، وبنقول بسم الله الرحمن الرحيم واللهم صل على النبي، دايما ذكر الله كده في بقك هو ده اللي كمان بيملى الحاجه بركه ويملاها خير، ولازم تعملي الحاجه كده بحب. تمام كده اهو، كده حلو قوي. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ خلاص كده الحاجه انا شايفاها دبلت معايا وحلو قوي كده التست. هنزل بقى بنص كيلو كبده كده اهو. عايزه اقول بقى على حاجه مهمه جدا، الكبده مش بتتغسل، ماشي؟ لو غسلتي الكبده راحت فايدتها خالص. الكبده عباره عن كيس دموي، ماشي؟ لو انت غسلتيه ضيعتي كل الفايده بتاعت الكبده، يبقى انت ما بتاكليش كبده، بتاكلي كاوتش حتى مهما كانت. جايباها بلدي مش جايباها بلدي، مش عارفه ايه، غسلتيها برده مفيش فايده. طيب لو ناس بقى مثلا ايه مش قادره تجيب الكبده البلدي وغاليه سعرها عليها وعايزه تجيب الكبده المستورده وتشتغل بيها. الكبده المستورده بتقول بيبقى فيها سنه زفاره وبتحس ان هي زفره مش زي الكبده البلدي ابدا. هقول لك بقى تعملي عليها، تعملي فيها ايه عشان تتجنبي حته الزفاره دي خالص. هتجيبي الكبده بتاعتك بعد ما جبتها من عند الراجل، هتحطي عليها نص كوبايه لبن، ماشي؟ لبن، وتسيبيها في اللبن ده لمده ساعتين، وبعد كده هو تصفيها وتشتغلي بيها ما تغسليهاش. اللبن بقى بيعمل ايه؟ هقول لك انا بقى اللبن بيعمل ايه. اللبن بيغسل الكبده من الزفاره خالص خالص، اللي هي الزفاره اللي هي بتاعت ايه؟ بتاعت بره، اللي هي الكبده المستورده. تمام؟ اهو. طبعا انت لو جايباها من الجزار انت ضامنه الجزار بتاعك القرمه بتاعته نظيفه، ايده نظيفه، الكلام ده كله، طالما انت يعني ضامنه الجزار بتاعك يبقى تمام. بس كده هفضل بقى اشوح فيها كده بالشكل الحلو ده. مش هنزل بالتوابل دلوقتي عشان ما تغمقش معايا، هخلي التوابل معايا اخر حاجه. هحط بس بقيت حته الليه دي اللي احنا كنا سايبينها في الاخر عشان بقى انا عايزاها ايه تسيح كده معاها وانا بشوح كده اهو، تنزل بقى الطعم الحلو بتاعها. كده ما فاضلش معانا غير شويه الخل وحبه التوابل. الخل والتوابل هحطهم في الاخر، مش هحطهم دلوقتي، ماشي؟ هفضل انا اشوح كده، هنشوح كده شويه كده بتاع 5 6 دقايق. الكبده ما بتقرصيش عليها، ما تغطيش عليها، هتسيبيها كده اهو. وبعد كده نرجع مع بعض نحط التوابل بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه. استنوني الابهار كله هنا. تعالوا بقى كده، خلاص كده هي اتشوحت معايا اهي، اللون كل بتاع الكبده اتغير خلاص، بقى لونها كله فاتح كده زي ما انتم شايفين. عايزه اوريكم اللون اهو، انا حاسه ان الكاميرا ظالمه اللون، اللون جميل جدا بتاع الكبده اهو. بصي لونها فاتح ازاي وجميله. تمام كده. بصوا بقى هنزل بالتوابل بتاعتي بقى كلها كده اهو، اللي قلنا عليها في اول الحلقه كده اهو. وهنزل بقى بفنجان الخل اهو. طيب فنجان الخل ده ايه لازمته؟ ده فنجان قهوه. فنجان الخل ده بقى ايه لازمته؟ هقول لك بقى لازمته ايه. لازمته الناس اللي مش بتحب ريحه الليه، بيضيع ريحه الليه. الناس اللي مش بتحب الريحه بتاعت الليه في الاكل، ده هيضيع لك الريحه بتاعت الليه. كمان فنجان الخل ده اللي احنا حطيناه بيخلي الكبده معايا فاتحه على طول، ما تغمقش،
ماشي. في ناس بتعصر ليمون، بس انا مش هعصر ليمون لان الليمون لما بيتحط على النار بيمرر، فاحنا استبدلنا الليمون بالخل، هيديني نفس التست بتاع المزازه بتاعت الليمون، وكمان بيفتح معايا لون الكبده جدا. طبعا ايه، هسيبها كده على النار لحد لما السوائل بتاعت الخل دي كلها تختفي، هنفضل كده نشوح فيها، وبعد كده اهو هنقدمها مع بعض ونشوف كده بنقدمها ازاي. استنوني حبايب قلبي سيسي، ايه رايكم بقى في طبق الكبده بتاعنا النهارده؟ اهو ده كده بعد ما ذوقناه وقدمناه مع بعض، اهو ايه رايكم كده بقى؟ اهو بصوا بيتكلم عن نفسه. اتمنى تدوا لايك للفيديو لو عجبكم الفيديو، علشان يوصل لناس كتير جدا جدا. بجد بجد يستحق التجربه، هتجربوها تدعوا لي جدا. زوقته كده ازاي؟ زوقته ده فلفل كده احمر قطعته رومي، وهنا شويه جزر كده وشويه بقدونس، يعني شويه حركات كده. طبعا العين بتاكل قبل البق. اشوفكم بقى في فيديو جديد من مطبخ جيجي على قد ايدي، ولسه الابهار مستمر، وهبهركم يعني هبهركم حبايب قلبي جيجي. باي باي في فيديو جديد.